احنا نحن احسن من احنا، احنا زي ركيكة. ايه احنا نحن نحن كمنطقة يعني عندنا هنا في الشارع جامع مهجور، طيب، وفي راجل بيبني جامع تاني جنبه على بعد 30 40 متر، طيب، فما رأيك يعني نقول له ايه؟ على حسب الحال، على حسب الحال، الشجرة ملار الغائب. لما في الشارع احنا بنشحت الناس عشان نصلي فيه، بنروح ندعي الناس. انت مهجور. بتشحت الناس عشان يصلوا فيه ليه؟ انت صاحب المسجد القديم؟ صاحب المسجد القديم مات. انت ابنه؟ لا. ابن عمه؟ لا، انا بقف في امام بس. ايوه انت واقف في امام، يعني صاحب مصلحه. لا. اي صاحب مصلحه، انت الامام وهو يريد يبني المسجد على بعد 30 متر، قل لا خليك يا اخنا الامام، نريد الناس على حسب الحال يا حبيبي. كل واحد دور على مصالحه. الله يغفر لنا ولكم يعني.